المشاهدين أهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من قرآنيات. زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والأنعام طبعا والأنعام والحرث. سؤال غريب أو سؤال في هذه الآية مهم قوي، النساء والبنين مع الأنعام والحرث كله على مستوى واحد. أهلا بك يا أخي. أهلا بك يا أخت فرحة. إيه رأيك في الكلام ده؟ فعلا الآية ظريفة جدا. الظرافة فيها تقول أني زينا للناس. عندما شخص يتوقع أن الناس يتوقع النساء والرجال، ولكن الآية تقول زينا للناس وهي تقصد الرجال، يعني أقصد نصف المجتمع وقالت بأن الناس هم الرجال. ما هو المبرر هذا الكلام أو هذا الاجتهاد؟ زينا للناس حب النساء، حب الشهوات من النساء. لاحظي شال أو رفع موضوع النساء من الناس، صارت النساء ليس من الناس، صارت من الأشياء التي تزين للناس. صارت يعني النساء أشياء، صحيح. والبنين أيضا هذا الأمر على الأسوأ. أيضا جعل البنين جزء من الأشياء، جزء من الممتلكات، وعن من المفترض أن يكون البنين جزء من الناس، سواء بالزبط. الإنسان سواء كان كبيرا أو صغيرا هو إنسان بالأخير. ثم تضيف، وهذه الخطورة، ثم تضيف والأنعام. والأنعام يعني البقر والجمال وجميع الحيوانات من الآخر. والحرث والذرع. شوف هالمساواة الخطيرة. الناس اللي هو النساء والأطفال مثلا، نعم، الناس الرجال ماذا الله زين لهم؟ زينهم النساء، جعلهم أشياء، والبنين جعلهم أشياء، والأنعام والحرث. يعني الرجال مش يعني مش المفروض يعني النساء برضو تبقى زينة برضو الرجال ليهم، صحيح. شهوات الرجال، ولا دول أشياء يعني أشياء ما لهمش أي حاجة. طيب ليه الآية ابتدت بذكر المرأة؟ صحيح، أحيانا واحد بتسأل أني لماذا عندما يقول أني الله يزرع في الناس حب الشهوات فيبتدأ بالنساء. شوف الكارثة اللي بيشرحنا القرطبي إياها. يقول تفسير القرطبي: لكثرة تشوف النفوس إليهن، لأنهن النساء حبال الشيطان وفتنة الرجال. فنظرة المفسرون المسلمون إلى النساء عندهن حبال الشيطان وفتنة الرجال. ففتنة النساء أشد جميع الأشياء، ويقال في النساء فتنتان، فأحدهما أن تؤدي لقطع الرحم، لأن المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمهات والأخوات، والثانية يبتلى بجمع المال من الحلال والحرام. فالنساء هن فتنتان وبلوى مختلفة المستويات. إذن شكرا يا أخي مالك. إذن إله الإسلام بيعتبر، بص يا أختي يا مسلمة، بيعتبرك في عداد جنبك بتساوي بقية الأشياء، زي سوري يعني زي البهايم. حاشا أنك تكوني كده، أنت أحسن بكتير، أنت على قدم وثاق مع الرجل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اعتبرك أنت حط هذه الكلمة في الآية، أو محمد حط هذه الآية، لأن أنت في نظره السبب البلاوي كلها. وحاشا أن يكون كده، أنت في نظر الله الحقيقي مساوية للرجل، ليكي نفس الكرامة، ليكي نفس المحبة من الله. نشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله مع قرآنيات.